بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من أضاء دياجير الكون وظلامه بالعلم والمعرفة، فأنار لنا الطريق للبناء تبصرة وتدبرا وتفكرا، لنرسم بالعلوم كل هذا الإبداع والجمال من حولنا في هذا المكان، حيث ننعم في هذه الأيام بالعلوم مجتمعة تحت سقف واحد في مهرجان عمان للعلوم. وصلاة والسلام على خير المعلم والمرشد للبشرية محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلية المحترمة، الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، راعية الحفل. سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس أنبو سعيد المحترم، وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم. الأفاضل مديري العموم بالوزارة، معلمون الأفاضل، زملائي وزميلاتي الطلبة المجيدين، حضورنا الكرام، زائري مهرجان عمان للعلوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بكل من يشاركنا في هذا الحفل اليوم، فهو مساء مميز بحضوركم طلبة مجيدين ومعلمين مشرفين وأولياء أمور وسائرين لنا في هذا المكان، فأهلا وسهلا وترحيبا يليق بكم وبكل فرد في هذه القاعة التي تحتضن مهرجان عمان للعلوم 2022 في نسخته الثالثة. وعلى هذا المسرح الأنيق، مسرح يمجد سيرة عالم وبحار من عماننا التي دائما ما تلد العظماء، أحمد بن ماجد. فكل زاوية وركن منه مشغول ببرامج وورش متنوعة وفعاليات كثيرة، ونحن هنا مشغولون بشيء مميز كذلك، إنه حصاد جد واجتهاد عام على البرامج التي أبدع فيها إخواننا الطلبة، فتميزوا في مجالات الابتكارات العلمية والأولمبيات العلمية ومسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي والطائرات بلا طيار. لنحتفي بتكريمهم هنا، نبقى الآن كلمة وزارة التربية والتعليم تلقيها الدكتورة مياء بنت سعيد العزرية، الخبيرة التربوية بمكتب وزيرة التربية والتعليم والمكلفة بدائرة الابتكار والأولمبياد العلمي، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. سعادة الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلية المحترمة، الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وضمان جودة التعليم، راعية الحفل، أصحاب السعادة، الأفاضل مديري العموم المحترمون، المعلمون والمعلمات، الطلبة المجيدون، حضورنا الكرام، زائري مهرجان عمان للعلوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو الفرح والإنجاز يجمعنا بكم مجدداً في لقاء مختلف هذه المرة، حيث نلتقيكم أيها المجيدون في الابتكارات والأولمبيادات العلمية ومسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي بعد انقطاع بسبب الجائحة. نجتمع بكم وسط هذه الأجواء الرائعة لنضيف لتكريمكم قيمة أكبر وليبقى أثره في وجدانكم، وأنتم تعيشون معنا تفاصيل مهرجان عمان للعلوم في نسخته الثالثة، في وقت نجني فيه معكم قطاف عام دراسي كامل بذلتم واجتهدتم فيه، هكذا عهدناكم وهكذا كان الرهان بكم أنتم ومن يأخذ بأيديكم للعلياء معلميكم الكرام. وعلى إثره فنحن ملتزمون معكم سندا وعونا بعد جهود بذلتموها طوال عام دراسي كان حافلا بالعطاء، فنلتم ما كنتم تسعون إليه من تميز في برنامج التنمية المعرفية في مواد العلوم والرياضيات ومفاهيم الجغرافيا البيئية. حفلنا الكريم
سيقف أبناؤنا المجيدون بعد قليل على هذه المنصة في لحظة من الاعتزاز والافتخار بأنفسهم، فقد عملوا بجد حتى حازوا مراتب الإجادة والتفوق. وبالطبع لا ننسى دور معلميهم من ساندهم ووقف بجوارهم واهبين من وقتهم وجهدهم الكثير. والشكر أجزله لأولياء الأمور الذين يشاركون أبناءهم هذه اللحظات الجميلة. أيها الحفل البهيج، إن الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة من التحديث والتطوير للأدوات التي رعاها برنامج التنمية المعرفية منذ تطبيقه في العام الدراسي 2007-2008 يسير بخطى حثيثة، وذلك باستحداث برامج نوعية أو تطوير برامج قائمة تواكب الجديد دائماً، سواء في مجال الابتكارات العلمية أو مسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي أو الأولمبيادات العلمية بمختلف مستوياتها الوطنية والإقليمية والدولية. وهو ما حققت على إثره سلطنة عمان نتائج مشرفة بمشاركات طلبتها على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذه المجالات. الطلبة المجيدون والمعلمون الكرام، لقد ارتأت الوزارة إضفاء قيمة أخرى لحفل التكريم هذا يجعله جزءاً من هذا الحدث الوطني العلمي الكبير، مهرجان عمان للعلوم في دورته الثالثة، بما يضمه من برامج وفعاليات وجلسات نقاش علمية وغيرها الكثير بعدد يتجاوز 450 فعالية. وهنا أدعوكم للاستفادة القصوى من هذه التظاهرة الاستثنائية التي تتكرر كل عامين، وذلك لما يقدمه من برامج وفعاليات متنوعة في حقول العلوم المختلفة تقدمها مؤسسات حكومية ومدنية وعسكرية وخاصة وأهلية وإقليمية ودولية. وختاماً، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الدكتورة جوخة شكيلية على رعايتها لحفلنا هذا، كما أتوجه بالشكر والتهنئة لجميع المجيدين والمجيدات، والشكر الجزيل للقائمين على هذه البرامج من إداريين وفنيين، مع تمنياتي لكم بالمزيد من التفوق والنجاح خدمة لوطننا الغالي عمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشروع المشارك به وهو عبارة عن جبيرة ذكية تم طباعتها بطابعة ثلاثية الأبعاد بمواد صديقة للبيئة، تم دراسة من قبل أطباء ومهندسين. يحتوي هذا المشروع على ثلاث حساسات: حساس لدرجة الحرارة، وحساس لضغط الدم، وحساس لدرجة التورم، مربوط ببرنامج في الهاتف. إذا زاد شيء من هذه ثلاث أشياء معناه أن هناك مشكلة. المشروع هي إيجاد بيئة آمنة من الكوارث الطبيعية والحوادث المنزلية. بدأت فكرة المشروع من إعصار شاهين الذي حدث، كانت هناك العديد من الخسائر، الخسائر البشرية والخسائر المادية. طبعا انطباعي لهذا المعرض معرض جدا جميل ورائع، وهناك تبادل من الخبرات وأركانه جدا جميلة. شاركت في مسابقة الروبوتات. الروبوت هو عبارة عن ثلاثة أشياء: القطع الميكانيكية والمحركات والحساسات والكمبيوتر. واستفدنا كثيرا من هذا المهرجان، حيث قمنا بالمرور على عدة أقسام أو أركان في مجالات الصحة والبرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأقسام.
حفلنا البهيج وضيوف مهرجان عمان للعلوم من النتاجات التي ترونها اليوم في هذا المكان والتي تلهمنا وتحفزنا لبذل المزيد إلا ثمار عمل دؤوب يقدمه المختصون بوزارة التربية والتعليم مركزيا وعلى مستوى المحافظات كهذا الحدث الضخم والذي نعيشه اليوم ونستمتع به وبكل تفاصيله. ومن هنا نجدد الدعوة لكل من لم تسمح له الفرصة بالزيارة والاستفادة من البرامج التي يقدمها المهرجان باغتنام الوقت المتبقي منه، كما تضفي البرامج التي تقدمها الوزارة بمراكز الابتكار بجميع المحافظات ثمرة أخرى تقدم من أجلنا وفي خدمتنا نحن الطلبة. نبقى الآن مع فرحة المجيدين ليعبروا عن ما يجول في خاطرهم من مشاعر في هذا اليوم المميز في مسيرتهم. تقدمها الطالبة الجليلة بنت مسعود بن حمدان الهنائية من مدرسة عائشة بن طلحة للتعليم الأساسي بمحافظة الداخلية. بادئ ذي بدء سأخبركم من أنا، فأنا الطالبة المبتكرة الجليلة بنت مسعود بن حمدان الهنائية من مدرسة عائشة بن طلحة للتعليم الأساسي، وأردت أن أنطق اسمي بنفسي لأرى وقعه علي فخراً وزهواً بما حققته من إنجاز، وسأنقل لكم شيئاً من الشعور الذي يخالجني الآن وأنا واقفة بين أيديكم ممثلة لزملائي المجيدين في هذا المحفل البهيج، حيث امتزجت فرحتنا بأجواء هذا الحدث العلمي الفريد مهرجان عمان للعلوم، وعلى مسرح أحمد بن ماجد المميز الذي يشهد لأول مرة إقامة حفل تكريمنا، فهو مزيج من الفخر والاعتزاز والفرحة والدموع وأشياء أخرى لا تستطيع حروفي المبعثرة نقلها ووصفها، فالفرحة بداخلي تفوق حدود وصفي. سعادة الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلية المحترمة الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم راعية الحفل، سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس أنبو سعيدي المحترم وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، الأفاضل مديري العموم معلمون الأفاضل زميلاتي وزملائي الطلبة المجيدون، حضورنا الكرام زائري مهرجان عمان للعلوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعد تجربة الابتكار في ربوع وزارتنا شيئا من المتعة والشغف الذي لا ينتهي، وهو شغف ترونه في زوايا وجنبات هذا المكان الجميل، تجربة أوصلتنا لما نحن عليه من تفوق وإجادة في الابتكارات والأولمبيادات العلمية ومسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي وبحوث برنامج جلوب البي اي، والتي تناظرونها الآن أينما وجهتم ناظريكم هنا تحت هذا السقف، فقد وفرت في سبيل تحقيقنا لتلك الغايات كل السبل من أدوات وبرامج ومدربين وبيئة محفزة للإبداع والابتكار لتروا ثمار جهدنا اليوم عبر برنامج التنمية المعرفية للطلاب والطالبات في مواد العلوم والرياضيات ومفاهيم الجغرافيا البيئية. أولياء أمورنا والدينا وأمهاتنا، لقد سهرتم وتعبتم وصبرتم من أجلنا، وها نحن لم نخيب فيكم رجاءكم، عاهدناكم على الإخلاص في العمل والمثابرة من أجل النجاح،
حتى نلنا ما أنتم شاهدون عليه اليوم من تكريم في هذا المحفل. ولا أنساكما أيها الجالسان هناك والدي الكرام أمي وأبي، وأنتما مزهوان وفخوران بي وبما قدمت وسأقدم من عطاء وبذل لنيل العلم في سبيل رفعة شأن وطني وتقدمه. معلمينا ومعلماتنا الأفاضل، يا سراجا منيرا مضيئا ينير دروبنا، ويا من تهبوننا من وقتكم الثمين أنفسه في سبيل تفوقنا ونيلنا لأعلى المراتب والغايات، كلمات الشكر والثناء لا تفيكم حقكم. سقيتم غرسكم بفيض محبتكم الغامرة لينبت الغرس طلعا طيبا نضرا يبهج القلب والعين. حفلنا الكريم يعمل المختصون بإخلاص على توفير البيئات المناسبة لنطلق فيها إبداعاتنا ومهاراتنا، حيث أثمرت الشراكة بين الوزارة ومختلف المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية والخاصة والأهلية والدولية عن تنظيم هذا الحدث الفريد، مهرجان عمان للعلوم، والذي أنتم مدعوون لحضوره والاستمتاع بكل تفاصيله، وما تجدون ذواتكم فيه من أنشطة وتجارب في مختلف حقول العلم. والدعوة نوجهها لاغتنام الأيام المتبقية منه ليسعدوا وليضيفوا لخبراتهم الشيء الكبير من المهارات والقدرات. كما أنكم على موعد آخر كبير في هذا المكان، حيث سيقام الأولمبياد الوطني للابتكارات العلمية الطلابية ومسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي لأول مرة في هذا المكان في شكل وقالب جديد في ديسمبر من العام الحالي. سنى الحفل حضورنا. بعد كلمتي هذه سأعود إلى مكاني حيث ينتظرني كرسيي مترقبة لحظات التكريم التي طالما سعيت لنيلها مجتهدة، فنلتها بتوفيق من الله، شاكرة لكل من كان سبباً لما وصلت إليه. والشكر أوصله معطراً للجهود الجبارة من قبل القائمين على تطبيق هذه البرامج، آملين منكم استمرار العطاء، ونقولها لكم: استمروا واستمروا. وشكراً بحجم السماء واتساعها لكل من قام على تنظيم هذا الحفل الرائع. وفقنا الله جميعاً لنيل العلم النافع، علم نبني به وطناً عظيماً يمتد ترابه من شامخات وأخوار مسندم الجميلة شمالاً إلى جنان وأنهار ظفار الفاتنة جنوباً، في ظل قيادة مجدد نهضتنا مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أعزه الله وأبقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل البهيج، ما أجمل لحظات التتويج بعد أوقات من الجد والاجتهاد لعطاء استمر لأكثر من عام، والبذل يستمر منكم أيها المجيدون لتأتي اللحظة الأجمل، لحظة الصعود على هذه المنصة التي ستشهد تكريمكم في هذا المحفل الكريم. وهذه الأيام التي نعيشها في مهرجان عمان للعلوم 2022، فهنيئاً لكم سعداً وفرحاً.
احصرونا الآن دعوة راعية الحفل سعادة الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لتكريم المجيدين، فلتتفضل مشكورة. تكريم المشرفين. قسم الابتكارات العلمية الطلابية مجال العلوم الهندسية والطاقة، المركز الأول سلسبيل إبراهيم أمين. علياء بنت عامر بن محمد الهنائية في المركز الثاني. المركز الثالث تهاني بنت سالم بن حمدان الشعيلية. المركز الرابع محمود محمد علي محمود شاهين. المركز الخامس محمد عباس حسن محمود. المركز السادس بدوية بنت علي بن سيف لوهيبية. المركز السابع فخرية بنت سعود بن محمد البلوشية. مجال علوم الأحياء والبيئة، المركز الأول آمال بنت عبد الله بن خلف المحروقية. المركز الثاني فتحية بنت مهدي بن سالم الغنيمية. المركز الثالث هيفاء بنت راشد بن صقر التعبية. المركز الرابع هاجر بنت خميس بن عبيد الشحية. المركز الخامس وائل بن راشد بن محمد القاسمي. مجال تقنية المعلومات، المركز الأول وائل محمود عبده موسى. المركز الثاني سيف بن حمد بن عبد الله البوسعيدي. المركز الثالث مصطفى بن علي بن سالم اليحيائي. المركز الرابع نورة محمد أحمد الفخراني. المركز الخامس شيخة بنت خميس بن سالم المنورية. مجال العلوم والرياضيات، المركز الأول ذكرى بنت محمد بن علي الحراصية. المركز الثاني خلفان بن سعيد بن خلفان المقبالي. المركز الثالث سمية بنت علي بن خلفان النعمانية. مجال FFFLL، المركز الأول نوفل بن منوبي بن محمد المنوبي. المركز الثاني عزة بنت علي بن سالم با عمر. المركز الثالث مريم بنت سالم بن ناصر الهنائية. مجال جمع الكرات، المركز الأول عبد الله بن سعيد بن محمد الخزيري. المركز الثاني نورة بنت خليفة بن سعيد البلوشية.
المركز الثالث محمود بن حمد بن خميس الجعفري. مجال تتبع الخط، المركز الأول محمود أحمد الشرقاوي. المركز الثاني حمد بن محمد بن سعيد العلوي. المركز الثالث حسن محمد العمري. مجال السومو، المركز الأول محمود محمد شاهين. المركز الثاني يونس بن خميس بن عبد الله الحراسي. المركز الثالث علي بن طالب بن علي الجساسي. مجال تحدي عمان، المركز الأول خلفان بن سعيد بن ساعد السالمي. المركز الثاني بدرية بنت معتوق بن حميد الشكرية. المركز الثالث فخري عبد القادر بن سعد. مجال قلوب، المركز الأول هيفاء بنت راشد بن صقر الكعبية. المركز الثاني نوال بنت علي بن سلطان الشامسية. المركز الثالث سهيل بن محمد بن سهيل العوائد. المركز الرابع إسحاق بن حميد بن سعيد القابري. المركز الخامس أسماء علي محمد زيتون. تكريم الطلبة، قسم الابتكارات العلمية الطلابية، مجال العلوم الهندسية والطاقة. المركز الأول تغريد بنت مطر بن ضبيب القنيبية. رؤي أسامة السيد الخولي. المركز الثاني عبد الرحمن بن منصور بن سعيد البطاشي. الوليد بن خالد بن عبد الله المحروقي. المركز الثالث بشائر بنت عبد الله بن خلفان الهنائية. اليقين بنت علي بن خلفان الهنائية. المركز الرابع أيهم بن عبد الله بن سلوم الشكيري. عبد الرحمن بن عبد الله بن حميد الضاوي. المركز الخامس سيف بن إبراهيم بن سيف المسلمي. المركز السادس حمود بن عرفات بن حمود المعولي. قصي بن جهاد بن سيف الحضرمي. المركز السابع سلسبيل بن سليم بن سالم المقبالية. النور بنت ناصر بن سليمان الفارسية.
مجال علوم الأحياء والبيئة. المركز الأول الجليلة بنت مسعود بن حمدان الهنائية. شيماء المركز الثاني شيماء بنت عاقب بن مسعود بني سعد. تقى بنت سيف بن راشد الحسيني. أما في المركز الثالث نرجس بنت عمر بن عادل القبورية. نورة بنت علي بن درويش المقبالية. المركز الرابع سعيد بن خليفة بن سعيد الكعبي. سالم بن سلطان بن علي الكعبي. المركز الخامس محمد بن أحمد بن سعيد المويسي. خالد بن أحمد بن محمد السناني. مجال تقنية المعلومات في المركز الأول بنا بنت حميد بن حمد القحافية. فاطمة بنت حميد بن حمد القحافية. المركز الثاني محمد بن خالد بن محمد المعولي. المركز الثالث حامد بن خميس بن سليمان العلوي. شهداء بنت خميس بن سليمان العلوية. المركز الرابع هديل بنت علي بن سالم الشحية. شوق بنت عبد الله بن خادم الشحية. المركز الخامس ريتاج بنت حمد بن علي الكيومية. جنى بنت علي بن سعيد القابرية. مجال العلوم والرياضيات المركز الأول نعم بنت زهران بن عبد الواحد الحراسية. دعاء بنت سلطان بن حمد الهاشمية. في المركز الثاني مايد بن عبد الله بن صالح الخزيمي. وخليفة بن عبد الله بن خليفة بن خليفة المقبالي. المركز الثالث وفاء بنت عارف بن ناصر البطاشية. ووئام بنت عارف بن ناصر البطاشية. قسم الأولمبيات العلمية مجال أولمبيات الكيمياء حمزة بن حسين بن أحمد الفارسي. عبد الله بن مسعود بن سليمان العزري. محمد بن أحمد بن خالد الحبسي. ميس بنت أحمد بن عبد الله الحضرمية.
وجمانة بنت عزان بن سعيد العامرية. بلسم بنت أحمد بن حمود الشيذانية. الزهراء بنت ناصر بن سالم السعدية. يمامة بنت ناصر بن خليفة الطاعونية. رباب بنت حمد بن حميد القلندانية. جنان بنت ناصر بن علي البيمانية. مجال أولمبياد الرياضيات الوقاص بن محمود بن محمد الخبوري. وفاء بنت حمد بن سعيد اليحمدية. البلجاء بنت زهران بن زاهر العبرية. عائشة بنت عبد القادر بن علي المعمرية. منار بنت محمود بن علي الذهلية. عذراء بنت كردوس بن سليمان بن سعيد القحافية. ريان بنت عبد الله بن أحمد التعبية. بسمة بنت سيف بن سالم الحبسية. جنان بنت سعيد بن مرهون الهاشمية. جنان بنت سليمان بن خليفة المعمرية. مجال أولمبياد العلوم للناشئين عبد الله بن مسعود بن سليمان العزري. خلود بنت خالد بن خليفة العبرية. الربيع بن حبيب بن حمود الظفري. أسيل بنت عبد الله بن صالح العقمية. محمد بن عبد الله بن محمد الكمزاري. بنت سعيد بن محمد الشحية. خلود بنت خالد بن خليفة بن سالم العبرية. فاطمة بنت ناصر بن خليفة الشندودية. سلوى بنت خميس بن صالح الحارثية. مريم بنت إدريس بن محمد الفارسية. رنيم بنت سلطان بن علي الشيبانية. عيناء بنت علي بن خليفة أبو سعيدية. مريم بنت بدر بن محمد القاسمية.
آمنة بنت خالد بن محمد السليمية. الهنوف بنت أحمد بن علي العيسائية. سارة بنت أحمد بن سعيد الساعدية. الريان بنت بطي بن علي السكيتية. تسنيم بنت محمد بن خلفان الرواحية. محمد بن أحمد بن خالد الحبسي. فاطمة بنت سعيد بن محمد الرواس. سارة بنت أحمد بن مسلم قداد. مجال أولمبياد الرياضيات للناشئين. ريان بنت سعيد بن سالم البحيسية. رابحة بنت أيوب بن سليمان الكندية. حامد بن إبراهيم بن حمود القاسمي. فاطمة بنت بدر بن ناصر المطاعنية. ريان بنت سعيد بن محمد الحضرمية. أصايل بنت إبراهيم بن حميد المعولية. إخلاص بنت علي بن ناصر العدوانية. عائشة بنت محمد بن ناصر السعدية. سندس بنت أحمد بن مذخور الكفيلية. جوخة بنت صالح بن محمد الرمحية. قسم الروبوت والذكاء الاصطناعي. مجال FLL. المركز الأول الحارث بن سعيد بن صالح البلوشي. عمار بن ياسر بن عبد العزيز الريامي. عزان بن قيس بن عيسى الفارسي. الوضاح بن سعود بن علي البلوشي. حمزة سامر عبد الكريم أبو دواس. المركز الثاني شروق بنت أحمد بن علي صعر. مريم بنت فهد بن سعد الشنفرية. فاطمة بنت علوي بن محمد با عمر. أبرار بنت سعيد بن محمد البطحرية. في المركز الثالث هاجر بنت عبد الله بن علي الصبارية. سارة بنت سلطان بن مسلم الشريقية. ولاء بنت وليد بن أحمد الريامية. بلقيس بنت سعيد بن إبراهيم الخروصية. غيد بنت سيف بن محمد الشريقية. مجال جمع الكرات في المركز الأول باسل بن بدر بن عامر الخروصي. إسماعيل بن عبد الله بن سعيد الخزيري.
المركز الثاني مرام محمد كرار الشاقي. طيف بن طويرش بن خلف المنذرية. في المركز الثالث الوارث بن يعقوب بن يحيى العامري. عبد الملك بن عبد الله بن راشد الغنيمي. مجال تتبع الخط، المركز الأول عبد الرحمن بن محمد بن سعيد العمري. علي بن عامر بن روي المهري. المركز الثاني زياد رزق حمدي محمد. علي بن عبد الله بن سعيد الهاشمي. المركز الثالث نواف بن خميس بن درويش الشحي. يوسف إبراهيم صلاح شحات إبراهيم. مجال السومو، المركز الأول عمرو فتحي محمد أحمد. سالم بن محمد بن حميد الأبروي. المركز الثاني إياد بن فارس بن سعيد الفارسي. مكان بن راشد بن سعيد الحسني. المركز الثالث محمد بن قاسم بن محمد الحاتمي. سلطان بن حميد بن علي العبري. مجال تحدي عمان، في المركز الأول الخليل بن إبراهيم بن علي الكندي. يوسف بن عبد الله بن محسن الدغاري. كنان بن محمد بن سلطان العيسائي. النصر بن عامر بن راشد الزيدي. الثالث حمد بن سالم بن سلطان الغفيلي. حمدان بن توفيق بن علي السليمي. مجال طائرات بلا طيار، في المركز الأول الحسن بن علي بن حميد المياسي. أحمد بن عبد الله بن أحمد الكعبي. في المركز الثاني سالم بن حمد بن سلطان الكعبي. وعبد الله بن محمد بن عبد الله الكعبي. المركز الثالث الخليل بن أحمد بن سيف العوفي. محمد بن خالد بن سيف العوفي. قسم بحوث برنامج جلوب البيئي، المركز الأول سراء بنت عقيل بن إبراهيم العقمية. ميار بنت أحمد بن عبد الله العقمية. مريم بنت إدريس بن محمد الفارسية. روان بنت علي بن عبيد الرشيدية. موزة بنت عبد الله بن خميس الشامسية. في المركز الثالث علي بن عامر بن محاد المهري.
المركز الرابع وائل بن علي بن مبارك القهضمي. في المركز الخامس بنقود بن سعيد بن أحمد المعشنية. إذن هكذا نختتم فقرة التكريم، شكرا لرعاية الحمل، شكرا لك. تتشرف وزارة التربية والتعليم بتقديم هدية تذكارية لراعية الحفل. إذن حضورنا الكريم، سعدنا بوجودكم معنا، فقد كانت أمسية رائعة تقلد زملاؤنا أوسمة التكريم على هذه المنصة، على أمل بأن يتجدد اللقاء بكم وربما بوجوه جديدة أخرى في حفلنا القادم الذي ننتظر فيه فرسانا آخرين على هذه المنصة. فقد اقترب الموعد القادم لمنافساتنا ليكون في ديسمبر القادم، فكونوا أيها الرفاق على الوعد هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.